خلاص تمام جدا. تاني خلينا ارحب بشمهندس احمد ابو الدهب في دي اس سي مونتينا انفستري النهارده اليوم الثاني من 4 دايز فور تك. النهارده احنا عايزين نعمل حاجه خفيفه كده مع بشمهندس احمد، مش عايزين نطول عليه، ان احنا نعمل بس كيو ان اي، هناخد الاسئله بتاعتكم وهنجاوب على شويه اسئله واستفسارات بتدور الفتره الاخيره عن فلاتر، ونحاول نخلي الموضوع خفيف ان شاء الله. ازيك يا استاذ احمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا مصطفى، اخبارك ايه؟ بقالنا زمان ما اتقابلناش. وحشني جدا. الله يخليك، كان قبل الكورونا اخر مره، خلاص كده اظن يعني. ساعه ما احنا يبقى التاريخ عندنا قبل الكورونا وبعد الكورونا يعني، فاذن ان شاء الله الدنيا تظبط وترجع زي الاول. الله المستعان، ربنا يصلح الاحوال يا رب. خلينا نخش في اول سؤال على طول عشان ما نتاخرش على الناس، احنا اصلا خدنا 5 دقائق في مشكله الاستريمنج اللي حصلت دي. احنا عايزين نسال اول حاجه، ان الفتره الاخيره جوجل عملت ابديتس لكوتلين وخلتها تدعم موضوع الكورس بلاتفورم، فظهر حاجات كتير بتقول ان طيب ما كده دي اصلا كانت الميزه بتاعت فلاتر في الاساس اللي كانت فلاتر بتسوق عليها، وكده بما ان كوتلين بقى عندها النقطه دي، فايه اللي يخليني اروح لفلاتر، او هل ده هياثر على فلاتر بشكل ما، ولا كده لا الموضوع ملوش علاقه وفلاتر في جهه وكوتلين في جهه ثانيه خالص؟ تمام، السؤال ده حلو وفي اكتر من شق يعني الاجابه. اولا ايه المشكله ان ايا كانت التكنولوجي كوتلين او غيرها او رياكت نيتيف تبقى احسن من فلاتر؟ يعني ايه المشكله؟ هل هي ان انا خلاص طالما التكنولوجي بقت احسن فخلاص؟ في حته عايز اوضحها ودي مهمه جدا، انا كواحد اهو فلاتر اكسبرت وشغال وجوجل ديفلوبر اكسبرت في فلاتر، لو في يوم من الايام تكنولوجي تانية هتعمل لي اللي انا عايزه انا اروح لها؟ يا جماعه اولا التك ما هياش ديانه، مش هتغير دينك لو غيرت لغه البرمجه بتاعتك. خناقات لغات البرمجه والفريم وركس دي اسوأ حاجه بيعملها المبتدئين، بيقعدوا يتخانقوا مع بعض مين احسن من مين. طالما انت بتعرف تعمل الحاجه اللي انت عايزها بالتكنولوجي اللي انت بتستعملها خلاص محدش ليه عندك حاجه، بس بيبقى في شويه نصايح بنقول كل ما رحت التقنيه اوبن سورس، كل ما رحت التقنيه الكوميونتي بتاعها كبير، تقنيه التحديثات بتاعتها افضل، مفيش اي مشكله. انا عن نفسي بعد 16 سنه في البي اتش بي وبي اتش بي كوميونتي، احد مؤسسين بي اتش بي في مصر من سنه 2002 و2003، في وقت من الاوقات لما لقيت النوت جي اس بتديني امكانيات وحاجات احسن، بقت هي المين ستاك عندي في الشركه بتاعتي، وهي المشاريع الكبيره كلها مبنيه على هي. على الجانب الثاني عشان خبرتي في الاي كوميرس مثلا وكده بالبي اتش بي، استعملت في الجزء بتاع الاي كوميرس في البي اتش بي، كذلك مع فلاتر. فحته ان في تكنولوجي جديده ظهرت حلو او وحشه، لا ده حلو، ده حلو ليه؟ لان هيبقى في منافسه. ده اجابه السؤال الاول، يعني الجزء الشق الاولاني من السؤال، مفيش اي مشكله ان تظهر ايا كانت التقنيه، وجود اكثر من وسيله بتقدم نفس الغرض بطريقه كويسه ده بيحسن المنافسه وبيخلي الدنيا كويسه. يعني مش هبقى زي بالظبط زي الدوري لما يبقى في نادي متصدر ودايما فارق 50 نقطه عن غيره، لكن لما يبقى في منافسه الدنيا بتبقى حلوه، يعني المنافسه دايما بيبقى افضل. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، هل ده يعني خلاص فلاتر كده مثلا راحت عليه وكذا؟ لا بالتاكيد لا، ان فلاتر حاجه واي حاجه تانية اكس هتقولوها هي حاجه تانية مختلفه خالص. معلش انا خبطت الميكروفون. لسبب، اولا فلاتر از استاك مبني بطريقه مختلفه عن اي حاجه. اولا لغه البرمجه اللي فلاتر بيستعملها اللغه نفسها وهي بتصمم صممت ان هي تستغل النولج السابقه اللي عندك، فسهل جدا لاي مبرمج ايا كانت لغه البرمجه ان يروح يشتغل بفلاتر، هيلاقي السنتكس بتاع دارت زيه زي الجافا سكريبت زي البي اتش بي زي الجافا زي كذا. على عكس مثلا لو خدت الليرنينج كيرف بتاع كوتلين، لا انت هتتعلم لغه جديده. ده اول نقطه. تاني نقطه، الكوتلين ما الى الان ما هياش بتاع يشتغل زي ما فلاتر بيشتغل، بالعكس انت لو الكوتلين وانت شغال اندرويد فانت بتشتغل نيتف، بتشتغل بتتحط في الفيرجوال ماشين الجافا فيرجوال ماشين او اندرويد ران تايم، طبعا عشان يحلوا مشاكل الجافا فيرجوال ماشين عملوا الاندرويد ران تايم، فهي في الاخر بتشتغل في الكومبايلر بتاع الجافا. في ناس هيقولوا لا ده الكوتلين عندها الفيرجوال ماشين بتاعتها اللي بتقدر تطلع باينري وكذا، ماشي، بس هي لما تيجي تشتغل في الاندرويد بتشتغل كده. ثالثا، الكوتلين او الاوبجكتيف سي او ايا كانت اكس الرياكت نيتف هي ليميتد بالبلاتفورم اللي هي بتكلمها، بمعنى ان الكوتلين في الاخر بتحول الكود بتاعك مثلا لنيتف كود، او لو قلنا مثلا رياكت نيتف عشان تبقى اقرب، الكوتلين في الاندرويد هي نيتف خلاص بتتكلم الاس دي كي، لكن مثلا لو حاجه زي الرياكت نيتف او الكوتلين لو اشتغلت كروس
بره الاندرويد هتضطر تعمل ايه؟ بتكمبايل الكود بتاعك لكود بيكلم النيتف اس دي كي، فانت ليميتد بالفيتشر والفانكشناليتي الموجوده في الاس دي كي ده، على عكس فلاتر. وده اللي حببني دايما بالناس بتسالني السؤال ده، انت ليه اخترت فلاتر وليه حبيت فلاتر؟ فلاتر الحريه ومدى الابداع اللي فيه رهيب، للي بيقدر يعرف يفهم فعلا الكور بتاع فلاتر مبني ازاي. فلاتر بيقول لي الاوبريتنج سيستم اركن على جنب، اديني الكانفاس بس اللي هي المسؤوله عن رسم الداتا على الشاشه، ويقول له لو سمحت اركن على جنب وانا بتولى كل حاجه. ده ميزه وعيب. ميزه ان انت بتقدر تعمل اي حاجه انت عايزها، بتعمل حركات جميله جدا ممكن ما تقدرش تعملها بالنيتف كمان، الكواليتي بتاعت الابلكيشن بتاعتك تمام. عيب في بعض الحتت اللي هي لو عندك مثلا كود بيترن في الباك جراوند مثلا، او الحاجه السكيدجولينج سيستم تاسكس مثلا او كده، الى الان لسه ما هياش يعني نقول قويه قوي في فلاتر زي باقي الايه الحاجات التانية، لان هو عشان هو بيشتغل في ثريد مختلف عن الثريد بتاع اليو اي، او هو في ثريد اليو اي عن الثريد السيستم، فالموضوع بس معقد شويه. بس هو الخلاصه ان 80 ل 90% من التطبيقات اللي احنا بنعملها هو بيكون ممتاز فيها، في 10% في حالات خاصه اقول لك لا، لو تطبيق من النوع ده روح استعمل نيتف افضل. فنلخص الاجابه، نمره واحد مفيش عيب ان اي تقنيه ايا كانت تشتغل بنفس الحاجه زي تقنيه تانية، بل المنافسه شيء كويس والواحد يحب يبقى في حاجات تانية. نمره اتنين، لو في تقنيه كويسه وهتحقق لي اللي انا عايزه انا اول واحد هروح لها، انا معلش انا هستعمل وانا متحيز لتقنيه وهي تعمل لي مشاكل. وده يمكن اللي بيمسكوا الخناقات ديت بيبقوا لسه مبتدئين او ما عندهمش برودكتس، ومثلا في شركات ما بتحبش تقنيات معينه وبتضطر تستعملها عشان البرودكت بتاعها بيها. فالموضوع البيزنس لما تيجي لعالم البيزنس لا، المصلحه هي التي بتتكلم في الوقت ده وبتحكم. فانا اول الناس انا في شركتي لو في يوم من الايام في تكنولوجيا جديده ولقيت فيها نفس الحاجه او افضل من فلاتر، بالتاكيد انا اول واحد هجربها واروح اليها، لان هو ده الهدف الاساسي. ويمكن كان هدفنا من فلاتر از فلاتر كوميونتي ان احنا كنا نكسر قاعده ان انا دايما التكنولوجيا جديده محدش يعرف عنها حاجه، تقعد 5 سنين بره كل العالم عرفها، واحنا هنا في الدول العربيه او في مصر ما نعرفش عنها حاجه. الحمد لله قدرنا نعمل ده بفلاتر كوميونتي، ان احنا كنا اول فلاتر كوميونتي على مستوى العالم بكل ما تعني الكلمه في اخر 2017. فلاتر كان بري الفا، كان في كميه المبرمجين في الوطن العربي وفي مصر اللي سمعوا عن فلاتر، وبقى في محاضرات على اليوتيوب قبل ما جوجل نفسها تعلن عن الاستيبل ريليز بتاع فلاتر. وده كان هدفي من الموضوع، ان انا اعمل جيش من الناس مبرمجين كتير، عدد شباب يلاقوا فرص عمل ويقدروا ايه يشتغلوا. فارجو ان انا اكون يعني جاوبت على السؤال باكثر من شكل. ممكن مش هندخل في تفاصيل الكوتلين، ولكن الكوتلين برضه مختلفه عن فلاتر في طريقه التعامل الايه بتاعها. معلش يا مصطفى بعمل ميوت علشان بيبقى في نويز عندك كده وبتاع، يعني وقت بعد السؤال يعني. خلاص انا اشتبك بس اتفضل. خليني اقول سؤال تاني سريعا. احنا دلوقتي عندنا نقطه صوت كده واضح صح؟ ممتازه تمام. احنا كده عندنا نقطه وهي ان في ناس كانت شايفه زي ما قلت الكوميونتي بتاع فلاتر كان بدا في الاول طبعا في مصر، كان في هايب كبيره قوي على فلاتر في الايفنتس بتاع جي دي جي وغيرها من الايفنتس. كان في عندنا هايب برضو من جوجل ذات نفسها من ناحيه الماتيريال ومن ناحيه الدعم ومن ناحيه الكلام عليها والايفنتس الكتير اللي بتحصل وهكذا. حاليا ممكن نقول ان الموضوع قل شويه، فهل شايف ان ده بسبب نقطه ان خلاص التقنيه بقت اعتياديه بقى زي الاكت نيتف بقى لها زمان والكلام ده، ما عادتش حاجه جديده وكله متحمس ليها، ولا الموضوع حصل كده بسبب ان في مشاكل معينه او بسبب ان الدعم بتاعها قل؟ انت ذات نفسك عشان صاحبي لو جاوبت كنت متوقع اكتر من فلاتر تحلول عام 21؟ وقبل ما تجاوب خليني بس ااكد على الناس ان انتوا تقدروا تسالوا كل الاسئله بتاعتكم في الشات كلها تتجمع ونسالها باشمهندس احمد في اخر 10 دقائق ان شاء الله. اتفضل يا باشمهندس احمد. تمام. هو اولا ما ننساش ان في عامل جوهري حصل في اخر سنه اللي هو موضوع الكورونا. انت عندك البانديميك او الكارثه دي في دول تانية، احنا هنا في مصر يمكن متعايشين مع الموضوع، لكن لما بتشوف الموضوع في امريكا او في دول تانية اللي هي هو المين اريا بتاعت الحاجه، انت جوجل كلها حتى الان جميع الموظفين من سنه شغالين من بيتهم. جوجل منع محدش بيروح مكاتبه دلوقتي، يمكن لغايه اخر السنه دي كمان هيفضل المنع زي ما هو. فما تنساش موضوع الكورونا انه اثر على كل الحاجات، ان كل حاجه ايه هديت ايه شويه. ثانيا فلاتر كان وصل للمرحله ان هو ستيبل مش محتاج الميجور تشينجز. انا بعتبر ان فلاتر السنه اللي فاتت ولغه دارت وعيد اختراعها مره ثانيه،
لغة دارت مرت بثلاث مراحل جوهرية، المرحلة الأولانية في بداية ظهور اللغة في 2011، المرحلة الثانية في 2014 و15 لما فلاتر بدأوا يفكروا يستعملوها بعد ما كانت دايناميك تايب بقت ستاتيك تايب، فده كأنهم بيخترعوا لغة برمجة تانية. المرحلة الثالثة كانت من 5 شهور ولا 6 شهور بعد موضوع النال سيفتي، أو 4 شهور مش متذكر التاريخ بالظبط. النال سيفتي بتعتبر كان من أهم، كأنه فعلا تخيل إن أنت تدعم النال سيفتي وتخترع لغة برمجة جديدة اسهل بكتير جدا عن لما تيجي على لغه برمجه قائمه بقى فيها برودكتس وبقى فيها حاجات وتديها دعم النال سيفت. فده كان مجهود رهيب من التيم المسؤول عن ده في دارت، فهم كانوا متوزعين في اكثر من ايه من شيء. الدنيا هديت شويه دلوقتي لان هم بقوا تركيزهم على التولينج وعلى اكتر من حاجه. ممكن نقول برضو ايه العيوب اللي حصلت الفتره اللي فاتت ديت، وانا فعلا يعني انا في الميتنج دايما الشهري اللي ما بيننا وبين تيم فلاتر انا نقلت الموضوع ده اخر مره، انا عن نفسي عندي استعداد استغنى عن فلاتر ويب بالكامل في سبيل ان هم يركزوا لي على شويه بلاجنز معينه ويعملوا لي سبورت لكام حاجه، يحلوا لي مشاكل الفاير بيز بالتحديثات بتاعتها بالدوكيومنتيشن بتاعها، وده بداوا فيه فعلا، وانا اوريدي اتكلمنا معاهم في كده. موضوع الويب فيو اتاخر قوي في موضوع ان هو يبقى ستيبل جوجل مابز والرابنج بتاعها وكذا، بس ما ننساش يا جماعه وده يمكن كان يمكن دايما الرد اللي كان بيجي لي، احنا ما تنساش ان عدد التيم صغير، فالتيم متوزع في اكتر من حاجه عليه ضغط رهيب. الدنيا هديت لاكثر من عامل، اول عامل ان الدنيا بقت ستيبل ومش كريتيكال ان انا عمال اعمل تحديثات، كان الميجور تشينج الاخير مع فلاتر 1.2 بتهيألي او 22 ده او ده، الموضوع النال سيفتي، وده كانت اهم حاجه. الكور بتاع فلاتر اتحدث كله النال سيفتي، مدين فتره للناس ان هم يعملوا الابديتس بتاعه البلجنز، وفي نفس الوقت انه عملوا لك امكانيه الكومباتيبلتي بالكود القديم، يبقى كود نوت فولي مايجريتد للنال سيفتي، او ما حدثتش الكود بتاعك بالكامل يبقى جزء منه في نال سيفتي وجزء كده. ده مجهود رهيب مش باين للناس في الصوره العامه، ولكن هو مجهود رهيب التيم مشغول بيه. ثالثا ما تنساش موضوع الجزء الجديد اللي اتفتح اللي هو الويندوز، وهم فعلا مركزين عليه، وانا كنت متابع لان انا كنت احد الابلكيشنز اللي بنبنيها عايزين نبنيها ديسكتوب، فكنت بتابع تحديثات الويندوز القسم بتاع الويندوز. انا اكتر حاجه متحمس، يعني انا متحمس للديسكتوب اكتر بكتير جدا من الويب، لان بصراحه الويب انا البي اتش بي والجافا سكريبت او الفريم وركس بقى للجافا سكريبت سواء بقى انجولار او حتى نود جي اس او ايا كانت الحاجه اللي انا بستعملها كافياني من ناحيه الويب، مش حاسس ان انا محتاج قوي فلاتر فور ويب، ده غير المشاكل اللي هو بيعملها وانا بدي في محاضرات او كده يعني. لكن الديسكتوب مهم جدا عندي، لان انا هيبقى عندي موبايل وديسكتوب وعندي نسخه الويب عاملها بانجلر، الدنيا هتبقى ايه. تمام، ان شاء الله تعالى في ايفنت في شهر مارس اللي جاي، الايفنت ده هيبقى ميجور تشينج برضو، يمكن ما اقدرش اقول تفاصيل كتيره عن الاحداث او اللي هيتم الاعلان عنه، ولكن هي الموضوع خلال شهرين باذن الله في تحديثات كتيره هتتقال، في تحسينات كتيره، في حاجات جديده هيتم الاعلان عنها باذن الله تعالى. وطبيعي ان الدنيا كلنا هدينا في فتره، كله عارف اللي هو عمل حظر كده ودخل بيته وهدي، اللي كانوا يعني انت مره واحده لقيت في كارثه العالم كله، الناس بتموت من حواليك، الدول بتتقفل، كل ده، فبالتاكيد ده كان طبيعي ان فلاتر يتاثر. ومع ذلك في عز ده طلع 2 اصدارين من فلاتر، الواحد 20 وواحد 22 كانوا من اهم الاصدارات، النال سيفتي خلص بالكامل بالتاكيد التيم، وانا وده يمكن ده كان اهم حاجه كنت انا مركز عليها في كلامي مع تيم فلاتر وتيم دارت تحديدا، انا محتاج تبصوا شويه للبلجنز. البلاجنز الاوفيشال من جوجل كويسه، بس في بلاجنز تانية مهمه كان لازم تكون طالعه من داخل جوجل، محتاج سبورت اكتر، محتاج نركز على جزء الدوكيومنتيشن. فهو الموضوع بس بيبقى اكثر بسبب عدد التيم ما هوش بالضخامه اللي احنا مفكرينها، في نفس الوقت محققين الانجاز الكبير ده. ثانيا موضوع الكورونا، ثالثا ان هم اوريدي كان في ميجور تشينجز بتحصل في الكور نفسه، ودي كلها تم الانتهاء منها من ايه من شهرين ثلاثه بس، وان شاء الله في شهر مارس في الايفنت اللي هيتم الاعلان عنه هيتعمل عن حاجات كتيره جديده ايه في فلاتر باذن الله. انت ميوت ده مصطفى. تمام جدا، خلينا ناخد اسئله من الناس في الشات هنا عشان ما نتاخرش عليهم. عندنا اول حد سؤال طبعا اظن بيتسال لك كتير جدا وبيتكرر كتير، وهو حد بيسال على رود ماب لحد من بدأ من الصفر، فخلينا ممكن نختصر السؤال نصيحه حد بدا من الصفر او حطه على خطوه على الطريق الصح يعني. وانا جاوبت السؤال ده كتير قوي يا مصطفى، تعبت قوي من اللي جماعه صراحه في كل اللايفات بنعدي في كل محاضراتي وكذا مره اقول رود ماب، بس هو باختصار انت واحد من اتنين، يا واحد ما تعرفش حاجه عن البرمجه
او واحد كنت مبرمج وداخل على فلاتر. لو انت ما تعرفش حاجه عن البرمجه يبقى محتاج تتعلم لغه دارت الاول وبعدين تتعلم فلاتر. طيب لو انا واحد عارف برمجه، لا انت مش محتاج تتعلم لغه دارت، لان انا زي ما انا بقول لك انا اضمن لك ان انت هتلاقي اللغه فاميليار بالنسبه لك، اللغه نفسها جوجل مصمماها ان هي تستغل المعرفه السابقه ليك في البرمجه، فمش هتحتاج تتعلم اللغه، هتخش مباشره عن فلاتر. طيب اتعلم ايه واخش منين؟ انا نصيحتي ليك الفلاتر ستاج جام الاول اللي عندي على القناه بتاعتي، الجزء الاول والثاني هيدوا لك مقدمه مهمه جدا، او ده انت لو انت عارف برمجه. وبعد كده عندك في كورسات كامله موجوده، انا نصيحتي ليك تروح لكورس ماكس. النصيحه الثالثه والاهم، ما تسمعش اي حاجه تانية الا لما تخلص الاثنين دول الاول. بعد كده في كميه قنوات وفي كميه شباب عاملين مجهود رائع جدا، تروح بعد ما تخلص الاساس. انت تاسست، عملت اساس سليم، عارف لغه البرمجه، عارف التكنولوجيز الثانيه شغاله ازاي، عارف ايه الفرق بين فلاتر وبين اي حاجه تانية. بعد كده عندك كميه القنوات اليوتيوب سواء اجنبي او عربي كتيره جدا، والشباب ما شاء الله، احد الشباب انا فرحت اظن يمكن هو من اسكندريه او ما اعرفش هو منين، بس عامل كورس اي كوميرس كامل بفلاتر وكده، ده شيء كويس. بس انا بقول لك نصيحتي ليك ابدا بالستادي جام. ليه؟ لان انا عامل صممت الاستادي جام والكونتنت بتاعتها من الاول، ان انا اسسك صح، تفهم انت ماشي ازاي وهتبدا على ايه. بعد كده خش كورس ماكس لان هو احسن حاجه موجوده حتى الان. لو انت حاسه تقيل انجلا، كورس انجلا كويس يعني معقول، بس طبعا مش بقوه وضخامه الكورس اللي عامله ماكس. بعد كده انت في حريه ان انت تعمل اي حاجه تانية. اكبر غلطه هتعملها ان انت تروح تقعد تسمع حاجات تانية في اثناء سماعك للحاجات دي، هتلخبط نفسك وهتلاقي نفسك بعد شهر شهرين لسه او 3 شهور عمال تلف في نفس الموضوع وما وصلتش. طب لو انا ما اعرفش حاجه عن البرمجه، انا عامل عندي على القناه محاضره لواحد ما يعرفش يعني ايه برمجه، بشرح فيها يعني ايه برمجه وليه احنا احتاجنا البرمجه دي، ممكن تسمعها الاول، وليه احنا بنحتاج برمجه والبرمجه دي بدات ازاي، وبعد كده تبدا تخش على الاستادي جام الاولانيه وتروح مثلا لكورس ماكس. مش لازم تكمل الاستادي جام الثاني، او ممكن تكمل معاه، لان انا مش هتحتاج يكون عندك خبره برمجيه كبيره. انت لو كتبت نفس الكود هتلاقي نفسك. انا عايزك، وده دايما يا جماعه جزء انا براعيه في العمليه التعليميه، يعني انا عايز احسسك ان انت عملت حاجه، عايز اخليك ترن الابلكيشن ويظهر داتا قدامك على الشاشه. دي بتبقى اهم حاجه عندي. زي ما باجي اعلم طفل، انا لما اعلم في طفل البرمجه او الكمبيوتر اكتر حاجه بحرص عليها ايه؟ ان انا ازيل الرهبه بين الطفل وبين الجهاز ده. انا ببقى اهم حاجه في الاول ان انا ادي لك احساس بالانجاز عشان بعد كده تقدر تكمل في الطريق، لكن اسيبك واعقد لك الدنيا واحسسك ان الدنيا صعبه والدنيا مش كذا، ده للاسف ناس كتيره ممكن تعمله، وبيخلي ناس تقعد بعد 6 شهور وسنه يحس ان هو بيلف في دايره ايه مفرغه. اتمنى ان انا اكون اجبت على السؤال. تمام جدا. برضه الشانل بتاعت باشمهندس احمد اللينك بتاعها هينزل على اليوتيوب بيج، على الايفنت بيج على الفيسبوك، ولو ينفع حد من الشباب ممكن ينزل اللينك بتاع قناه باشمهندس احمد. هو دهب ديف، لو عمل سيرش احمر بالدهب او دهب ديف على اي حاجه، انا دهب ديف في تويتر فيسبوك كله هو نفس الحساب على تمام. خلاص تمام جدا. السؤال اللي بعده من الناس برضه هنا كتابه بيقول ايه افضل مكتبه للتعامل مع الاي بي ايز، وكمان افضل مصدر للتعلم للمكتبه المرشحه، وايه راي حضرتك في تشوب؟ احسن ما حاجه مع الاي بي اي دايو، دي اي او بتهالي دي احسن حاجه انا بستعملها عندنا في الشركه، ودي الموحدينها على الشباب كله. دي ممتازه جدا، بتهندل لك الكاشنج، بتهندل لك الايرور هاندلنج، وهي اوريدي بتراب الاتش تي تي بي اوبجكت نفسه بتاع فلاتر، فدي احسن حاجه استعملها مع الاي بي اي. تكمله السؤال ايه؟ ايه راي حضرتك في شوبر؟ ما اعرفش حاجه عنه صراحه. انا على فكره يا جماعه انا كنت تعبان الفتره اللي فاتت دي، فيمكن انا حرفيا ما كتبتش سطر كود في البرمجه في فلاتر الا في محاضرات اللايف اللي انا كنت بطلعها، غير كده انا كان يعني تركيزي كله على الشغل والشركه بسبب التعب، فانا كنت يمكن 30 ل 40% من وقتي كنت يعني التعب خده، فبالتالي وقفت الجزء ده، فيمكن مش متابع، يمكن مش يعني مش متابع قوي، لكن انا عارف الحاجات الميجور ريليز الاساسيه الاوفيشال من فلاتر عارفها، لكن ممكن في حاجات كتيره تطلع ما اعرفهاش يعني. الله يسلمك يا رب، ربنا يكرمك يا مصطفى. خلينا نخش في السؤال اللي بعده، وده سؤال برضه اظن بيتسال لك كتير، وهو بيقول هل لازم اكون متعلم حاجه نيتف قبل ما اخش على الفلاتر، ولا ممكن اخش على الفلاتر عادي؟ والله على حسب شخصيتك، بمعنى انت لو واحد بتمل على طول وبتزهق اقول لك لا ما تروحش نيتف، روح فلاتر الاول، حس بالانجاز وحاجه حلوه، وبعد كده مع الوقت روح اتعلم اي حاجه من النيتف مع فلاتر، لان احنا بنيجي وفعلا ده
تحت في المشاريع الضخمة بتوصل في مرحلة من المراحل ان انت محتاج تحل مشكلة في كود نيتف، او تكتب كود نيتف، او بلاجن بتستعملها الكود النيتف بتاعها مش متحدث فانت مضطر تتحدثه بنفسك، بس ده مش هتوصل له في الاول. وما يعني وانا انا لما اجي افاضل بين حد، لو انا حد بهير حد، لو واحد عارف نيتف وعارف فلاتر بالتأكيد هيبقى الافضلية منه من واحد عارف فلاتر بس او عارف نيتف بس. ولكن ارجع واقول الموضوع بيعتمد هل انا لسه طالب، هل انا خريج، هل انا عايز اشتغل بسرعه. الموضوع ليه عوامل كتيره والشخصيه نفسها بتاعت الشخص نفسه. ولكن في الغالب نصيحتي لا، روح فلاتر شوف الدنيا، افرح، لا انتاج، تلاقي نفسك بتعمل حاجات في نتيجه. وبعد ما توصل لفلاتر معرفه كويسه ان انت خلاص بقيت عارف تقدر تعمل اي تطبيق، وتحديدا حاجات زي الاي كوميرس او ايا كانت الحاجات بتاعتها، تقدر بعد مع الوقت تتعلم نيتف، مفيش مشكله. تمام. خلينا نخش في السؤال اللي بعده، هو سؤال عام شويه فخليني احدده. بيقول انت شايف ايه رايك في سوق العمل بتاع فلاتر، ولو في حد بيتعلم برمجه بهدف ان هو يكسب فلوس او بهدف ان هو يشتغل فيها حاليا الفتره دي، هل هتنصحه ان هو يروح لفلاتر ولا تقول له لا لسه الدنيا مش مظبطه قوي في سوق العمل بتاع فلاتر في مصر؟ وايه رايك في نقطه المرتبات ومجال الانسنت والكلام ده؟ هو طبعا اي تقنيه جديده في شركات بتبقى قائمه وعندها منتجات خاصه بيها، فبالتاكيد بتاخد من سنتين لثلاثه عشان تأدبت الموضوع وان هي يبدا يبقى في طلب وظائف. ولكن انا كل الريكوست اللي بقت تجي لي شركات في السعوديه، في الكويت، في مصر، في كذا، لا كلهم دلوقتي بداوا يتجهوا لفلاتر، واولهم شركه جوجل نفسها. جوجل باي بعد ما كانت كاتباه نيتف في كل البلاتفورم قررت ان هي تركن كل الكود على جنب وتعيد كتابته بفلاتر. عندك بقى في ميجور ابلكيشنز داخل جوجل نفسها بيستعملها ملايين بقت مبنيه بفلاتر. لا الطلب بيزيد يوم بعد يوم، ولو ما لحقتش فرصتك دلوقتي وكنت جاهز، لما وقت ما تبدا تكسل وتتعلم هيكون مليون واحد غيرك اتعلموا فلاتر. وده حصل خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، الهند بالذات احنا كلنا في موضوع الكورونا عمالين ننزل، والهند كان طالع زي الصاروخ. يعني الاحصائيات اللي بتقول ان الهند وعدد المبرمجين اللي بيشتغلوا بفلاتر وعدد الابلكيشن اللي طالعه بفلاتر من الهند خلال السنه اللي فاتت اكبر من السنين اللي قبل كده، اللي هم ايه مفيش حاجه بتوقفهم، لا تقول لي كورونا ولا كده. فانت لو ما لحقتش نفسك بالتاكيد فرصك بتقل في المستقبل، وهتوصل لنفس التقنيات التانيه. المشكله اللي كنا بنلاقيها ان لما يبقى في اندرويد مثلا يبقى كل الناس عارفاه وبقى في ناس شغاله بيه من زمان بينافسوك على الموضوع وانت لسه داخل جديد، فما بتلاقيش فرصه عمل بسهوله. موضوع السالاريز بيعتمد على حسب الشركه نفسها وكده، ولكن هو عموما فلاتر مناسب جدا للشركات المتوسطه والشركات والستارت ابس والحاجات دي، لان هو بيوفر عليهم في التكاليف، وده اغلب الشركات اللي في مصر يعني ان لم يكن 80% منها من الليفل ده كده. فبالتاكيد هم هيكون فلاتر خيار كويس، الا اذا هو كان عنده اوريدي تيم عارف مثلا حاجه تانية رياكت نيتف، زامرين، شغالين حاجات مايكروسوفت كتيره، فبالتاكيد ممكن يبقى التكنولوجيز التانيه افضل. لا انصحك ان انت تروح، فلاتر مميز جدا هتحبه، ولو ما حبيتوش يا سيدي في تكنولوجيز تانيه يعني تقدر تروح لها. حلو. السؤال اللي بعده هو بيسال عن فيوشا اوس، وبيقول احنا امتى نستخدم فلاتر مع فيوشا. هو في نقطة أنا فيوشن آخر حاجة سمعتها إن هو كان نزل جيت هاب لينك لفيوشن وجوجل فتحت شركة المطورين فيه، ولكن ما زال برضه نقطة تاريخ الإعلان أو إمتى بالظبط أو الكلام ده مش واضح. فالناس اللي كانت داخلة معتمدة إن هي بتتعلم فلاتر على أساس إن هو المستقبل مبني على فيوشن جاي وإن جوجل هتدعمه وإن هيبدأ أجهزة تنزل بيه وقتها هيبقى هو الكل في الكل زي الكتلة حاليا بالنسبة للأندرويد. فايه رايك في موضوع فيوشا وايه مستقبله حاليا بالوضع اللي احنا عارفينه دلوقتي؟ سؤال حلو والله. بص هنتكلم على شقين، الوضع الحالي فلاتر كفيك وبيطلع لك اي او اس واندرويد ولا لا؟ بل هيطلع لك بعد كده ويندوز ولينكس وماك، اوريدي بيطلع ماك كويس جدا احسن حاجه سبورتد، وعندك فلاتر ويب لسه عليه شويه وما نعرفش في شهر مارس ايه اللي هيتم بالنسبه للحاجات دي الجديده. السؤال الثاني، فيوشا سيستم فعلا مرة واحدة كان السيستم موجود، الريبوز بدأت تتسحب وتتعمل برايفت، يمكن من غرض السكيورتي او في هدف معين ان هم تم سحب الموضوع. انا شخصيا اتكلمت مع المديرين المسؤولين عن فيوتشر والكلام ده وما قدرش اوصل لإجابة، اللي هو انا ماضي ان دي ايه ان انا مش هفشي اي سرية، ومع ذلك قالوا لنا ما نقدرش نجاوب على الأسئلة دي. ف
حتى الان انا عن نفسي ما اعرفش ايه اللي بيحصل، بس انا شايف ان في اهتمام كبير جدا في الموضوع، معقد عن كده. انت عندك واوي لما بدات تعمل الاوبريتنج سيستم بتاعها وهي معتمده على نفس الفكره بتاعت فيوشا اللي هي المايكرو كيرنل، وجوجل بتبني السيستم ده مش عشان دلوقتي، ده عشان ال 10 20 سنه اللي جايين، وعشان الاي او تي وعشان كذا، وعندهم بعض التحديات ان ازاي هاب طلع اوبريتنج سيستم جديد وانا عندي الاندرويد محقق نجاح ومكتسح الدنيا. الموضوع ضخم جدا، مش هتفرق معايا. هي الفكره، السؤال، هل لو فيوشا نزل فلاتر هيكون بيدعمه؟ 100% ايوه، 100% هيبقى احسن حل، 100% هو هيبقى النيتف. فانا بالنسبه لي كمبرمج ما عنديش مشكله، فيوشا نزل السنه دي، نزل بعد سنه، بعد سنتين، بعد 5 سنين، ما نزلش خالص، الموضوع مش هيبقى مشكله، لان انا ضامن ان اللي موجود دلوقتي فلاتر مكفيني فيه. ولو نزل المستقبل طبعا فلاتر هو اليو اي كلها بالكامل بتاعت فيوشا، وجزء كبير من فيوشا مبني بلغه دارت وفلاتر داخل فيه، وفلاتر الكور بتاعه بيتعدل مع تعديلات فيوشا. بس ايه اللي بيحصل في السيستم؟ امتى هيظهر؟ امتى هينزل؟ مع الموضوع فعلا محاط بسريه غريبه، انا نفسي ما قدرتش اوصل لمعلومات كتير عنها. وبعد ما كانت الدنيا بابليك وبقى في ريليزز والناس بدات تنزله على الموبايلات وتجرب بعض الحاجات، بس فعلا اللي احنا عارفينه ان اليو اي بتاعته رائعه، ان السرعه بتاعته احسن، ان متطلباته ان هو يشتغل على اوبريتنج سيستم افضل. جوجل بدات تسيب الجافا خالص وبعدت عن الجافا، والقصه بتاعتها بدات تروح تنفست اكتر في السي بلس بلس وحاجات السي ولغات تانية زي راست وكده، فده ادها وحاجات خاصه بالنتوركينج وكده، فده ادها يعني قوه ان هي تبدا تنافس الاي او اس، لان الاي او اس مبني في الاساس كان سي اوبجكتيف سي وبعد كده سويفت، فهو الكومبايلر بتاعه كان اقوى بكتير من لما بتشغل الكود بتاعك على الايه، على الجي في ام او الجافا فيرجوال ماشين. فجوجل برضو ماشيه في نفس الاتجاه، وعشان ما نتوهش الناس، فيوشا ما نزلش، انت شغال تمام، فيوشا نزل، انت افضل تقنيه هتبقى بتشتغل مع فيوشا هو هيكون فلاتر، فانت مش خسران حاجه في الحالتين يعني. تمام جدا. خلينا نخش في السؤال اللي بعده. هو حسب ما فهمت هو عايز يعمل كروس بلاتفورم اب ويستخدم فيه تقنيات ماشين ليرنينج والاي ار، وهو بيسال ايه احسن بلاتفورم استخدمه علشان اقدر اديفلوب الكروس بلاتفورم اب. فدلوقتي هو اظن هو بيسال قارن ما بين فلاتر وما بين التقنيات الثانيه اللي بتنافس نقطه الكروس بلاتفورم. تمام. هو عموما احنا هنروح على الجزء الماشين ليرنينج. انت ايه في الماشين ليرنينج بتستعمل؟ هل بتستعمل الكيت بتاعت الاوبريتنج سيستم نفسه سواء اي او اس واندرويد؟ الاثنين موجودين في فلاتر. طب هل بتستعمل تنسور فلو مثلا؟ السبورت بتاع الفلاتر موجود، الاي بي اي اللي انت بتتكلمه من خلاله موجود. هل بتستعمل مثلا لو في اغلب الحاجات انت قدامك حلين، يا اما يبقى في ماشين ليرنينج شغال في باك اند واي بي اي بتبعت له الداتا وتستقبل منه ريزلت، وده في جزء كبير من الحاجات هو ده اللي موجود، يا اما عايز تعمل ماشين ليرنينج اوف لاين. الماشين ليرنينج اوف لاين في 70 80% من الحالات موجود في الكيت بتاعت كل اوبريتنج سيستم، الام كيت مثلا او مش فاكر الاي او اس الكيت بتاعت الماشين ليرنينج كان اسمها ايه، ولكن موجود السبورت برضو ايه في فلاتر. فانت الاول هتشوف جزء الماشين ليرنينج بتاعك هعمله ازاي وهعمله ايه بايه، وبعد كده سهل الانتجريشن بين فلاتر، حتى لو كانت بلغه برمجه مختلفه تقدر تنتجريت بين الاثنين، ان انت تعمل اي بي اي بتبعت له اتش تي بي ريكويست بالحاجه اللي انت عايزها، هو بيعمل الاناليسيز والماشين ليرنينج اللي انت عايزه ويرد عليك بالريزلت قدامك جاهزه. الحاجات الصعبه شويه في حاجات بقى بتضطر لو انت عايز الماشين ليرنينج ده يشتغل اوف لاين بدون انترنت مثلا على الجهاز، فساعتها تبقى ليميتد شويه ان انت لازم تستعمل الكيت بتاعت الاوبريتنج سيستم نفسه، او انت تبني انت كيت خاصه بيك. وفي حته مهمه جدا حصلت برضو السنه اللي فاتت في فلاتر اللي هي اف اف اي سبورت، الانتر لوب بتاع السي والسي بلس بلس، وده في المستقبل هيفرق جدا من ناحيه السكيورتي من ناحيه الانكريبشن، لان افضل حاجات في السكيورتي والانكريبشن هي سي وسي بلس بلس. انا عندي من التوجيهات اللي انا وجهتها للتيم عندي في الشركه، الشباب احنا كلنا محتاجين نتعلم شويه سي بلس بلس ونذاكر سي بلس بلس كويس عشان في المستقبل هنحتاجها مع فلاتر. فانت تقدر تكتب الكود بالسي وسي بلس بلس، تقدر تكتبه بالاوبجكتيف سي، تقدر تكتبه بالسويفت، تقدر تكتبه بالجافا، وكل ده يشتغل مع فلاتر، ما عندكش اي مشكله في الموضوع. هو في سؤال وهو ايه الفرق بين ولكن لو ما فيش حاجه نضيفها ممكن نعديه، والاجابه كده كده موجوده في الريكوردنج. هو بيقول ان انا دلوقتي بتعلم اندرويد ديفلوبمنت،
ولكن لسه قدامي شويه في نقطه ان انا اطلع ابلكيشن كامل او ان انا اطلع بروجكت كامل. فاكمل الطريق اللي انا معاه ده، او انا مش واضح ايه التكنولوجي اللي هو بيستخدمها حاليا، لكن هو كاتب ان هو اندرويد ديفلوبمنت عموما، فاظن ان هو بيتكلم نيتف، ولا اروح فلاتر حاليا؟ على حسب، انا لو لسه طالب وقدامي وقت مش مستعجل على الشغل اقول لك اه لا كمل عادي لغايه ما تطلع حاجه وبعد كده روح لفلاتر، ما عنديش اي مشكله. طب انا واحد لا مخلص كليه وموضوع الشغل والفلوس، احنا في اوقات واوقات في حياتنا اضطرينا نشتغل مهن بعيد عن البرمجه علشان نقدر يبقى معانا فلوس بعد لغايه بعد كده ما نوصل ان احنا نشتغل في المهنه اللي احنا بنحبها اللي هي مهنه البرمجه. فالموضوع بيختلف حسب حالتك. لو انت مستعجل اقول لك اه لا روح فلاتر. لو انت مش مستعجل دي مع معلش مع احترامي ما تكونش لسه طالب في اولى وثانيه او ثالثه كليه وتقول لي انا مستعجل. انت مستعجل على ايه؟ انت لسه طالب، لسه مخلصتش كليتك اللي هي اهم حاجه. فلا اذا كنت انت واحد مخلص وعندك موضوع مصدر الدخل ده موضوع مهم جدا اقول لك روح لفلاتر لانه هينجز معاك شويه، لان نسبه الناس اللي شغاله وعارفه اندرويد كتير فالمنافسه وفرص العمل هتبقى صعب عليك في الموضوع ده. لكن لو انا واحد مش عادي لسه في الكليه وبشوف لا روح، انا عن نفسي بجرب كل حاجه، يعني انا ما فيش تكنولوجي من اللي بتنزل لا بس بنزلها شويه حتى لو انا عارف ومتاكد ان انا مش هستخدمها، ولكن دايما لما بتوسع مداركك وتتعرف على اكثر من التكنولوجي بتاخد فعلا فكرك بيتغير، بيبقى مداركك وبتاخد افكار وايديز من 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 اللغات الثانيه. احنا دلوقتي شايفين ان سويفت يو اي وحاجه اسمها ديكليرتيف يو اي اللي هي اخترعتها اصلا رياكت نيتيف، فلاتر قدمها بصوره مختلفه جدا وعمل فيها ثوره وعمل انسبيريشن او الهام للنيتف اندرويد تيم ولغات برمجه تانية ان هي بقت تقلد فلاتر وبقى العالم كله بيتجه للديكليرتيف يو اي ويطور لغه البرمجه نفسها ان هو يستغنى ان هو يكومباين او يدمج ال HTML و CSS والجافا سكريبت مع بعض. ليه ما تكونش لغه البرمجه هي واحده سويفت اعمل بها اليو اي بتاعي واعمل بها اللوجيك بتاعي. لما تتعلم اي تكنولوجي مش حرام ولا عيب ولا هو مثلا ان انت تضيع وقت، بالعكس اي علم هيفيدك ايا كان، ولكن الفكره ان احنا بنخاف من التشتت ومن ان انت تمل وتبطل ان انت تكمل في الطريق. يعني السؤال اللي بعده بيقول انت اقدر اعرف ان انا حاليا جاهز ان انا اقدر اقدم على شغل سوق العمل، او يعني ايه الحاجه اللي تحسسني ان انا كده جاهز ان انا اقدم؟ لان في ناس بيكون عندها شويه مشكله ان انا مثلا لا اخاف اقدم على الابلكيشن ده، ده يقول لي روح اجري يلا العب انت لسه بتتعلم انت جاي تعمل ايه. فامتى اقدر اقول ان انا واقف على الارض صلبه واقدم على شغل واروح اليوتيوب والكلام ده من غير ما احس ان ده تضييع وقتي وتضييع لوقت الطرف الثاني اللي عايز ريكروتر يعني؟ تمام، في شقين في السؤال ده. الشق الاولاني نقول مش حتى اقدم على الشغل، انا لو في حاجه احتمال يا يا لا، يعني 50% و50% لا. انا بقول لك دايما وده الغلطه انا كنت بعملها زمان، كنت بقول لا مش هعملها، لا جرب اعملها و50% ممكن تحصل و50% ممكن لا، احسن من ان انت تقرر لا مش هعملها من الاساس فانت كده 100% ان الموضوع مش هيحصل. فانت مش هتخسر حاجه لما تقدم، مفيش حاجه اسمها حد هيقول لك امشي يلا او كده. يعني ابسط حاجه ان هو الناس هيشوف السي في بتاعتك ومش هيكلموك، او هيكلموك ويقول لك لا احنا لقينا حد احسن، فده بيدي لك خبره. طب امتى احس انا مستواي التقني؟ وده سؤال ناس بتساله، هل انا لازم اعمل خمسه سته ابلكيشن او ثلاثه ابلكيشن ويكونوا مرفوعين على الستور وانا اشغل عشان اشتغل في شركه؟ على حسب الشركه، في شركات عندها ضروره يقول لك لازم تكون اشتغلت خمس ست سنين في شركات تانية، مش لسه انا ما عنديش رفاهيه ولا صبر ان انا هرجع اعلمك، انا عايز اجيبك جاهز بدفع لك فلوس استفيد منك. في شركات تانية تقول لك لا انا عايز انفست في الشخص بتاعي مثلا فعايز يكون عنده اساس. انا عن نفسي في التيم شباب كانوا بره اصلا الكمبيوتر فيلد، يعني شباب كانوا دكاتره وكانوا حاجات تانيه ما اشتغلوش في الشركات قبل كده وجوين التيم. ليه؟ لان انا لما بدور على حد بدور على خامه عايز انفست فيها. وده سؤال مهم تاني جدا، هل انا اقدم في الشركه كمتدرب ولا اقدم في الشركه كمبرمج؟ صعب جدا ان انت تلاقي فرص كمتدرب، اغلب الشركات اللي شفتها بتقبل متدربين عندها بيبقى الموضوع ان هم بيمصوا دمهم، بيبقى الموضوع ضغط رهيب عليهم ومشاكل، بيبقى هو عنده مشاريع ومش عارف يخلصها فيقول لك افتح متدرب وبدل ما انا جاي علشان اتدرب في الشركه الاقي نفسي متورط ويقول لي في ابلكيشن ولازم تسلمه. يا عم انا جاي لسه متدرب،
على الجانب التاني انا كشركه ما بقدرش اقبل متدربين، انا شغلي مع عملاء حساسين، مع مشاريع ضخمه، فما ينفعش اخلي واحد متدرب يخش على الكود ده اصلا، الموضوع مرفوض. وفي نفس الوقت ما عنديش الا الان الامكانيه ان انا اخصص واحد يبقى متفرغ للمتدرب ده. يمكن كنا احنا بنعمله مع الاي تي اي من 3 سنين الكلام ده، بنشرف على مشاريع التخرج وشويه شباب بيجوا يتدربوا عندنا وكده، ولكن الموضوع دلوقتي بسبب الظروف والشركات وتغير احداث العمل الموضوع ده متوقف بالكامل لانه موضوع صعب. فنصيحتي ليك ما تقدمش كمتدرب، لانك لو قدمت كمتدرب هيتم استغلالك ومش هتلاقي الفايده اللي انت هتلاقيها، الا اذا بقى كان في شركه ما شاء الله وصلت من ان هي الحجم ان هي ما عندهاش مشكله وبتعمل حاجه اسمها مسؤوليه مجتمعيه، ان هي بتعلم الناس وان هي بتنفست، وقليل ما هم اللي بيبقوا بالشكل ده. لكن انت قدم، ذاكر وقدم كجونيور ديفلوبر. طب ايه المطلوب ان انا اتعلمه؟ ان انت تعمل اساسيات التطبيق. ولذلك برجع اقول لك كورس ماكس اللي انا قلت في اول كلامي بيعمل اي كوميرس، خلص التطبيق ده وارفع الكود بتاعه على جد، ارفع الكود اللي انت كاتبه، مش الكود اللي انت خدته من ماكس وكوبي بيست وحطيته، الكود اللي انت كاتبه ومطبق، مغير حاجات، عامل حاجات خاصه بيك، مغير في اليو اي، وادي مشروع. مش لازم ان المشروع يكون مرفوع على الستور. انا جزء كبير من مراجعه السيفيهات الناس اللي انا بختارهم ببص على الكود بتاعهم على جيت هاب، ما يهمنيش هو عامل تطبيق ولا اتنين. انا بالعكس، انا الجيت هاب عندي اهم مليون مره من ان يكون رافع 100 تطبيق على الستور. انا اعرف البرمجه بتاعه التطبيق ده شغاله ازاي، فكره في التطبيق ده عامل ازاي، انا شايف ابلكيشن شغال يا فرحتي ان هو شكله حلو، لكن ايه اللي ورا فكر المبرمج، الاركتكتشر اللي ماشي عليه، ازاي بيعمل الحاجه، ده بيبقى اهم مليون مره عندي من ان انا اشوف تطبيقات على الستور. عندك الجيت هاب، اعمل مشروعين ثلاثه وارفعهم، اعمل انفست شويه وقت فيهم وقدم، وانا بالتاكيد هتلاقي ان شاء الله تعالى فرص عمل يعني باذن الله. تمام جدا. وطبعا وصلنا لمعظم الاواخر خلاص الاسئله. في بالنسبه لسؤال حد كان بيساله بيقول ان الفيديو بيتسجل، اللايف بيتسجل، فهو بيتسجل وينزل على اليوتيوب على نفس اللينك بعد ما خلص على طول ان شاء الله. وانا بسجل عندي وهبقى انزله عندي على القناه برضه. في السؤال اللي بعده عاوز اسال على كاستم، على مصدر للكاستم كليمز يكون اكتر من 6 يوزرز. كاستم ايه؟ يعني ايه كاستم كليم؟ مش فاهم برضه. ولا يا يا جماعه يعني بيكتب سؤال يشرح لنا شويه يعني، انا اكو اكتر من 6 يوزر، مش فاهم يعني يوزر ايه. معرفش، فهو لو يا ريت لو يتوضح السؤال لاحمد. تمام، خلينا نراجع الاسئله الثانيه اللي كانت جت في الايفنت عشان نشوف احنا جاوبنا على كل الاسئله ولا لا. انت عندك اسئله ولا انت كده خلصت كل الاسئله؟ هو السؤال اللي بعده بيتكلم على الكوتلين، احنا جاوبنا السؤال ده يا عزيزه وتقدر ترجعي له في الريكورد ايفنت بعد ما يخلص. بالنسبه لفيوشا، هل مشكله النواه بلغه دارت ممكن تتاثر بالفلتر وتغيير النواه للغه سي بلس بلس؟ لا، هو يا جماعه النواه ما اتغيرتش، ولكن جوجل بقت تنفست مجهود اكبر في السي بلس بلس في كذا حاجه، في البرودكت احتاجوها في جوجل ميت، احتاجوها في حاجه تانية، الكومبايلر نفسه ال ال في ام والكومبايلر بتاع السي بلس بلس اقوى بكتير جدا من الحاجات اللي كانت موجوده بالجافا من ناحيه البرفورمانس، من ناحيه المشاكل اللي بتحصل في الجافا. ولكن هي دارت زي ما هي، فضلت هي اليو اي معموله بدارت، مش راحوا خدوا سي، ولكن هم بقى جزء مع البروتنج سيستم يا جماعه، ما هوش ابلكيشن، ده اوبريتنج سيستم، ده داخل فيه 4 لـ5 لغات، مستعمل فيه بايثون، مستعمل فيه راست، مستعمل فيه دارت، مستعمل فيه سي، مستعمل فيه سي بلس بلس، ففي كذا لغه بيستخدموا داخل الاوبريتنج سيستم، لان في جزء النتوركينج، وده لازم انت تتعلموه، ان مفيش حاجه ممكن تبقى تعملها كلها، جزء النتوركينج ده في لغه برمجه هي احسن حاجه ليه، جزء المالتي ثريدنج والسيستم يبقى شغال ستيبل وما يحتاج ما يستهلكش ميموري كتير، في احسن لغه تانية بتعمل الحته دي، ففي اجزاء في السيستم مقسمه، اليو اي تبعنا احنا فلاتر ودارت، لكن الباك اند بقى بتاعت الاوبريتنج سيستم والحاجه اللي شغاله في الخلفيه في كذا لغه برمجه تانية هي اللي بتبقى مسؤوله عنها. تمام جدا. في سؤال كان جالنا قبل الايفنت وهو بيتكلم على الاستراكشر بروجكت، ايه الاستراكشر المفضله ليك لما بتيجي تشتغل على بروجكت؟ تمام، هو انا عموما كنت زمان بستعمل بروفايدر باكج كستيت مانجمنت اساسي، وده اللي بيخلي يعني دايما لما يبقى الستيت مانجمنت سوليوشن انت بتستعمله هو اللي بيحدد الاستراكشر بتاع الابلكيشن. يعني هتلاقي في البلوك، لما تقول بلوك في اظن كان موقع fluttersamples.com على ما اتذكره، يعني انا شرحته في كذا فيديو من فيديوهاته وحاطط المثال، حتى انا كنت في استراكشر شرحته في فولدر
في احد الفيديوهات. بس هو الخلاصه الاول بتشوف ايه الستيت مانجمنت سوليوشن اللي بتستعمله. لو انت بتستعمل ريدكس مثلا فده هيفرض عليك ستراكشر معين، لو انت بتستعمل بلوك هيفرض عليك ستراكشر معين، لو انت بتستعمل بروفايدر هيبقى فيه ستراكشر معين يفضل تمشي بيه. ده اول شيء. تاني شيء، الموضوع ما هواش ايه الاستراكشر اللي انت بتمشي بيه، ولكن ايه المعايير المفروض تكون في الـ في الـ في الـ في الاستراكشر بتاعي علشان يكون كويس وبياخد مشاريع كبيره. اول واهم معيار ان انت تفصل اليو اي عن البيزنس لوجيك بتاعك، ان اليو اي ملهاش علاقه بايه الداتا والداتا دي جايه منين. نمره 2، ان انا فصلت اليو اي لوحدها، يعني جزء اليو اي ده كل ما تحاول تفصله وكل ما اليو اي ده يبقى فيه كونفيجربل، يعني عنده امكانيه ان انت تعيد وتغير فيه من كونفيجريشن، احسن من انت لو حصل تعديل بسيط بتهد الكود بتاعك. يعني انا باخد اليو اي ده واقطعه برضو، جزء الثيمينج بالكالر بالتكست ستايل ده كله برضو لازم يتفصل وابدا استعمله. فانا عندي اليو اي لوحدها اتفصل، عندي الثيمينج بتاعي اتفصل. تاني شيء، البيزنس لوجيك بتاعي او بنسميها في عالم الويب الكنترولرز بتاعتي اللي هي مسؤوله عن مين ضغط ايه وراح فين وهيجيب ايه، دي لازم يكون مفصول في حاجه ايه تانية. نمره 3، ودي نصيحه للناس، الناس تذاكر عن حاجه اسمها ريبوستري باترن. الريبوستري باترن هو احسن حاجه كنت بستعملها زمان في بي اتش بي، هو لارف المبني على جزء كبير منه، موجود في فلاتر. ريبوستري باترن باترن مهم جدا، لازم الناس تذاكره عشان تعرف ازاي تستخدمه وتمبلمنته في مشاريعها. فاول شيء انا فصلت اليو اي، قطعت اليو اي بتاعتي لاجزاء تانية عشان يسهل الريوز او اعاده استخدام الكود مره تانية. نمره 3، ان انا عملت البيزنس لوجيك بتاعي بشكل ان هو يبقى منفصل برضو. نمره 4، والمهم جدا، الداتا موديل بتاعي ده لازم يكون مفصول عن البيزنس لوجيك برضو. الكنترولر مش مسؤوليته يعرف الداتا دي نوعها ايه ولا جايه منين، هي في داتا بتجيله وهو بياخدها يبصيها لليو اي بتاعتي مثلا، او جايه منين تحديدا، هل جايه من لوكال داتابيز، هل جايه من اي بي اي. ده ما هو مفروض يبقى منفصل كامل، وده الريبوستري باترن بيساعدك في ده. ان انا مثلا دلوقتي باني ابلكيشن ان هو بيشتغل على لوكال سيكول لايت داخل المشروع، وجي العميل قال لي لا انا هشتغل مع اي بي اي، الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لك لو انت باني الاركتكتشر بتاع الابلكيشن بتاعك بالشكل ده. الموديل لوحده مسؤول عن الداتا وهو اللي بيتعامل بيهندل الداتا سورس، وعندك استعمال الريبوستري باترن هو اللي بيساعدك ان انت تفصل كل داتا سورس لوحده او مصدر الداتا. ان داتا سورس يعني ايه؟ داتا جايه من اي بي اي، جايه من داتابيز لوكال، جايه من ملف تكست موجود على الجهاز، او جايه من اي مكان، مش هتفرق معاك. نمره 2، الكنترولر بتاعي اللي بيستقبل الداتا دي وبيروح يبعت للموديل مش مطلوب منه يعرف الداتا دي جايه منين، هو بيكلم الموديل ومش شايف ايه اللي بعد الموديل، فانت عامل لاير تاني. نمره 3، اليو اي بقى ملهاش علاقه الداتا دي ماشيه ازاي او الفلو بتاع الداتا، انا الجزء بتاع الستيت مانجمنت بحطه بقى في البيزنس لوجيك بتاعي، فهي مجرد ان انت بتبعت له الاوبجكت او الكلاس او ايا كان الانستنس يعني بتاعه الداتا، وهو اليو اي بيعرضها وبس. فده هيسهل جدا عليك المشروع. النصيحه المهمه اللي انا بقولها، ريفر بود دلوقتي هي الاصدار الجديد من بروفايدر، يعني يمكن ريمي ما قدرش يري رايت البروفايدر عشان يبقى كان في بريكنج تشينجز كتير عشان يحل مشكلتين او ثلاث مشاكل اساسيه كانت في البروفايدر، لان البروفايدر كانت وما زالت هي احسن باكج. فدلوقتي حتى الان ان ريفر بود دلوقتي دي اكتر ستيت مانجمنت سوليوشن انا بنصح بيها لكل المشاريع سواء صغيره او كبيره، كافية جدا، رائعة جدا. مشكلتين الأساسيين اللي كانوا في الثلاث مشاكل الأساسيين اللي كانوا في البروفايدر تم حلهم فيها، ان هو يكمبايل سيف، وان هو الران تايم ايرور تم حلها، ان انت تدمج او تكمباين كذا بروفايدر مع بعض بقى رائع جدا في الريفر بود، وكمان استعمال الستريمز اللي هي البلوك باترن بكل حاجته بالستريمز بنقطة قوة لغة دارت المبنية في الخلفية المبنى عليها البلوك ده كله هتقدر تستعمله في الريفر بود بسهوله. تقدر تستعمل اكثر من ستيت مانجمنت او داتا فلو مانجمنت، مش هنقول ستيت مانجمنت، هي الموضوع مش مجرد ستيت، مش مجرد فاريبل عايز اوصل له من اي مكان. والناس اللي بتسال يعني ايه ستيت مانجمنت وايه انا محتاجها، انا عامل محاضره كامله عن الستيت مانجمنت ومقارن كل بين كل السوليوشنز اللي كانت موجوده، وباذن الله تعالى قريبا بفكر يعني ان شاء الله من النوتس اللي انا كنت باخدها الفتره اللي فاتت دي ايه الافكار الجديده اللي اعملها، هعمل بقى محاضره ابديتد بس هي قائمه على القديمه. يعني انا هبدا اشرح ايه عيوب البروفايدر مثلا ان شاء الله، ونبدا نشرح الريفر بود، ونشرح ايه بقى اللي انا محتاجه من الستيت مانجمنت في 2021 ان شاء الله تعالى. فاتمنى ان انت تكون ما تهتش في احد المحاضرات في اللايفات، انا عامل كنا عاملين شير سكرين وقعدت اشرح فولدر فولدر، بس انا شرحت لك الاساس.
هتلاقي على فلاتر سامبل يقول لك ريدكس، يقول لك بروفايدر، يقول لك سكوبد موديل. طبعا نصيحتي ليك استعمل بروفايدر. في ناس كتير هتقول لك استعمل اكس او زي، لو انت اكس او زي حلوين وبيعمل لك اللي انت عايزه ما عنديش اي مشكله، روح استعملها. فيما عدا بعض الباكجز اللي هي ممكن وده حته يعني ناس كتيره بتقول نفس الموضوع. انا يا جماعه الاخلاق والاركتكتشر اهم عندي من اي حاجه تانية. بمعنى لو حد عمل حاجه حلوه بس عملها بطريقه ملتويه، انا مش مهم عندي السوليوشن بتاعه كله. انا عن نفسي كده شخصيا ما بحبش اخد حاجه من حد انا مش مستريح له نفسيا، بس لاندي بامانه انا مؤتمن عليه. مش هتكلم على 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 باكجز او مسميات، ولكن في باكج مشهوره برضو برجع اقول، ويمكن ناس كتير بتسالني تقعد، انا مش هقول ايه هو، ولكن انا ما انصحكوش تستخدموها من ناحيه السوفت وير ديزاين. هي خطا جدا، الجلوبال فاريبلز فيها بشعه. اللي عاملها لواحد مبتدئ بيفرح ان هي بتعمل له كل حاجه، ودي كارثه. ان انت في المشاريع الكبيره بتوصل انت تحتاج تكستمايز حاجات كتير لدرجه ان انت لازم تكون بتكنترول اي حاجه انت عايزها في الباكج دي، وده مش موجود في الباكج دي، وده هيلبسك في الحيط بعد كده. انت شايفها كويسه، انا مش هقول لك لا احنا مش في حرب حاجه. ونرجع للجزء الاولاني بتاع لغات البرمجه، لو انت في باكج بتعمل بيها كل اللي انت محتاجه وبتنجز بيها شغلك، يا اهلا وسهلا استعملها، ما عندكش اي مشكله. اظن احنا كده جاوبنا على كل الاسئله يعني ان شاء الله. كل الاسئله كده تمام. نرجع بس للسؤال بتاع احمد اللي بيكمله، اللي هو كان سائل عن الكاستم كليمز. هو بيقول ان هو عنده ابلكيشن وعايز يعمل له كذا بروفايل، يعني مثلا مدير والمهندسين اللي تحته والسبورت والسيلز والكلام ده. فهو ده السؤال بتاعه يعني. هو كان موضوع بسيط جدا، هو يوزر سيستم وفي ليفلز، ده ستيت مانجمنت. انت بيست على طبعا انت لازم تكون باني اليوزر سيستم بتاعك بصوره كويسه، عندك الرولز، والرولز انت هتعملها في اليوزر دي موجوده في كذا حاجه يعني، على حسب الرول بتاعه بتقول له معاه بيرميشن كذا. في ناس بتقول لك انا همشي على نطاق الموديل، بمعنى ان انا كل هقسم البتاع ان كل حاجه ديليت واديت وابديت مثلا، مع هل ده يقدر يديليت لي كذا، اقدر اديليت للشاشه في الموديل ده او الشاشه دي، اقدر ابديت، اقدر فيو. فممكن يبقى في واحد اللي هو مدخل بيانات فده بياخد صلاحيه الفيو بس، الثاني بياخد صلاحيه الفيو والاد بس، الثالث بياخد الفيو والاد والابديت، وممكن فيو اد وابديت وديليت. فده ده كونسبت او طريقه الناس بتعمل. في ناس ثانيه يقول لك لا انا هتشيك، هعمل بالستيت مانجمنت فاريبل معين بيتشيك الرول بتاع اليوزر اللي موجود دلوقتي، وهبلوك عنه شاشات معينه ما يقدرش يوصل لها. فهو حسب انت هتمشي ازاي، همشي بالداتا موديل وبيزد اون الداتا فلو هطلع اليوزرز بتوعي، يعني سواء بقى مدير نائب مدير كذا وعلى المودلز بتاعتي، ولا همشي بالسكرينز ان لو هو اليوزر كذا. ويفضل لو الابلكيشن مثلا زي، وده هتلاقيه في الابلكيشن الضخمه اللي هي اوبر وكريم مثلا او ايا كان، هتلاقي ان عاملين الكابتن ابلكيشن والبتاع، لان انت كل ما تدمج كذا يوزر في نفس الابلكيشن ده بيكبر حجم الابلكيشن وبيعقد الكود بتاعك قوي. ولكن لو كانت هي على نطاق مدير وكذا، فانت ممكن تكنترول بالسكرينز ان انت يبقى في بيرميشنز معينه ان فلان ده يقدر يشوف دي ودي ودي، او من خلال الداتا موديل ده اللي انا الكونسبت اللي احنا بنستعمله في البي اتش بي من زمان وفي كذا. لو رحت للارافيل او رحت لاي فريم ورك مشهور هتلاقي عامل يوزر ورولز موديول بيكنترول الموضوع ده. اقوى حاجه هي انا كنترول بيزد اون داتابيز اكسس، هل ده مسموح له فيو ولا ديليت ولا ابديت او كرييت مثلا، بناء على ده بقدر ايه اعمله. نفس الكونسبت تقدر تطبقه في فلاتر برضه. تمام جدا، احنا خلصنا النهارده كده. اسف جدا لو اتاخرنا عليك يا باشمهندس احمد. مش اي مشكله، انا اتبسطت وعدينا الوقت ما شاء الله، يعني داخلين على قريب من ساعه اهو. اتبسطت جدا النهارده يا باشمهندس احمد. ان شاء الله يعني المستقبل لما الدنيا تظبط كده احسن نبقى نعمل الموضوع ده كذا مره، نبقى ناخد اسئله اكتر من الاسم. لحد انما النهارده انا شكرا جدا ليك يا مصطفى. السيشن طبعا هتتسجلها على طبعا السيشن متسجله على الشانل بتاع باشمهندس احمد، متسجله برضو على الشانل بتاع دي سي مفهوم بس هنشوفها دلوقتي. شكرا جدا ليك وشكرا باشمهندس احمد، اتمنى ان شاء الله الدنيا تكون احسن معاك الفتره الجايه، لان انت وحشتنا جدا والله. ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا. معلش غصب عني والله، البعد ده كانش بمزاجي يعني، بس الحمد لله احسن دلوقتي. والله تكون احسن واحسن.
جزاكم الله خير، وسلامي لكل الشباب، وان شاء الله نكون احنا راجعين قريبا باذن الله تعالى، وهنحاول نزود التوكس والايفنتات في الحاجات المهمه. انا عارف ان في ناس كتيره طلبت مني حاجات كتيره الفتره اللي فاتت، بس يعني بيبقى ظروف خارجه عن ارادتنا، ولكن ان شاء الله يعني الحمد لله ان بقى في حركه، بقى في ناس تانية، في كونتنت تانية ناس بتعمل، فده بيريح الواحد. انا يعني بتبدا البدايه وتاسس الناس، وبعد كده في ناس كتيره بتكمل المشوار، وده شيء ممتاز يعني. واتمنى التوفيق للجميع، وشكرا لك على استضافتك مصطفى في الايفنت ده. شكرا لكم يا شباب. لو في اي اسئله تانية ممكن نبقى نوجهها على الايفنت بيج، وهنحاول برضه نخلي الشيخ احمد يجاوب عليها في وقت ما يظهر. وطبعا تويتر الشيخ احمد موجود، لو حد حابب يكلمه ممكن نبقى ننزله برضه على الايفنت بيج. انما لحد دلوقتي شكرا جدا لكم. بس السيشن بس مهم، بس خان عاصم هتكون موجوده كمان 5 دقايق على اللينك اليوتيوب بتاعك، اللي هو موجود برضه على بي سي مونتينا. لو ما لقيتوش جوه التشانل سيرش بس في اليوتيوب، هتلاقي على طول السيشن وهينزل برضه على اليوتيوب. شكرا جدا ليكم، مع السلامه. شكرا، السلام عليكم.